بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. لا يزال الكلام حول بيان أوقات الصلاة. قال: وثانيها وقت صلاة الظهر، وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق، من زوال الشمس عن بطن السماء، وهذا بالإجماع ما اختلف فيه أحد من علماء المسلمين. بمجرد ما مالت الشمس، انحرفت الشمس عن منتصف السماء، دخل الآن وقت الظهر. قال: بالاتفاق، ويمتد إلى وقت العصر. وفيه في وقت العصر روايتان عن الإمام. الآن قد يقول قائل: أنا كيف أعرف الزوال؟ كيف أعلم بأن الشمس قد زالت عن منتصف السماء؟ قالوا: يعرف ذلك بأن نأتي بخشبة، بخشبة نقوم بغرزها في الأرض، تغرز في الأرض هكذا بشكل عامودي، هذه جهة المشرق، هذه جهة المشرق، فنجد الظل في جهة المغرب طويلا، فالشمس كلما ارتفعت ماذا حصل بهذا الظل؟ قصر. فما دام هذا الظل ينقص، فما دام الظل ينقص فهذا علامة على أن الشمس لم تزل بعد، يعني لم تصل إلى وقت الزوال بعد. فإذا لاحظنا أن الظل قد وقف عن النقصان، قد وقف عن النقصان، نلاحظ، لا انتبهوا أحباب، نلاحظ أن الظل يقف عن النقصان عندما تكون الشمس في منتصف السماء. فلما تكون الشمس في منتصف السماء يكون لهذا الشاخص الخشبة، يكون هناك ظل دائرة حوله، هذا يسمى ظل الزوال، هذا يسمى ظل الزوال دائرة. فهو ينظر الآن، المريد معرفة الوقت ينظر فيرى هذه الدائرة موجودة في أرض الخشبة، فيضع حولها علامة، يضع حولها علامة، هذا يسمى إيش أحبابنا؟ هذا يسمى ظل الزوال. إذن هذه الدائرة سميناها أو سماها العلماء بظل الزوال. فإذا بدأت الشمس تنحرف عن منتصف السماء عن الزوال، بدأت إيش؟ تنحرف، الآن بدأت بالزوال، ماذا يحصل بظل الزوال؟ بفيء الزوال يبدأ بالزيادة من جهة المشرق. فبمجرد ما رأى أن الظل من جهة المشرق قد زاد عن الخط الذي وضعه، نقول الآن دخل وقت الظهر، الآن دخل وقت الظهيرة.
نتابع الكلام، فيستمر الشمس بالميل إلى جهة الغروب، وبالتالي يستمر هذا الظل بالطول إلى جهة المشرق. الآن فيء الزوال هذا وضعنا عليه علامة، ليكن فيء الزوال 50 سنتي تقديرا، يعني قد يكون 10، قد يكون متر حسب الشخص الموضوع، قد يكون سنتي. ليكن الآن 50 سنتي أو نقول 10 سنتيمتر أقرب للواقع، يعني ليكن 10 سنتي، وهذا الشاخص الخشبة طولها متر، طولها متر. فالآن بدأت الشمس بالغروب بالميل إلى جهة المغرب، فإذا صار طول الظل متر أو متران، صار مترين وعشرة سنتي، انتبه، إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، يعني صار معنا مترين وعشرة سنتي، الآن دخل وقت العصر عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله. أما الصاحبان قالا إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني الشاخص طوله متر وفيء الزوال 10 سنتي، إذا صار عندنا متر وعشرة سنتي الآن دخل وقت العصر عند الصاحبين. فهمنا أحبابنا؟ عن سيد أبي حنيفة رحمه الله يوجد عنه روايتان، رواية بأن العصر يدخل بأن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وهذه ظاهر الرواية وهذا هو الراجح المعتمد، ورواية ثانية وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي التي وافق فيها الصاحبين، هي أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. والمعمول به الآن في سائر الأمصار وفي سائر البلدان هو قول الصاحبين، مع أن المعتمد هو قول الإمام أبي حنيفة. السؤال، لماذا يعمل فقهاؤنا بقول الصاحبين مع أن المعتمد هو قول سيد أبي حنيفة رحمه الله؟ لعلكم تذكرون أني ذكرت لكم في درس سابق من دروس مناط الفلاح أو في غيره مما أكرمنا الله بقراءته، أن من كيف أعبر، يعني من أدوات أو من أسباب أو من شروط، نقول من شروط، نعم، من شروط ترجيح قول الصاحبين، أحيانا نقول نحن الفتوى على قول الصاحبين، هكذا في كثير من المسائل، وليس في كثير، في بعض المسائل. تذكرون أننا قلنا من شرط هذا أن يكون هناك رواية عن الإمام، انتبه، أن يكون هناك رواية عن الإمام توافق ما ذهب إليه الصاحبان. الآن قلت لكم لحضراتكم أن هناك رواية الحسن عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أن وقت العصر يدخل بأن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، فهذه الرواية توافق ما ذهب إليه الصاحبان. فلذلك مع أن المعتمد هو قول سيد أبي حنيفة، ولكن لما شاع وانتشر العمل بقول الصاحبين الموافق لقول الشافعي، قال الفقهاء نعمل بقول الصاحبين. ليه؟ لوجود شرط العمل الذي هو وجود روايتين، وجود رواية عن سيد أبي حنيفة رحمه الله موافقة. فهمنا أحبابنا؟ هذا الكلام ضروري أن نفهمه وأن ندركه حتى نعلم. فيأتي إنسان الآن للأسف متعالم، وأنا أعتبره جاهل من جهالة الحنفية، هنا عندنا في مصر الآن يعمل العمل كله على القول بصيرورة الظل مثله، يعني على مذهب الإمام الشافعي،
يأتي حنفي فيقول لك لا أنا أريد أن أصلي على المثلين. يا أخي ما يصح هذا الكلام، هذا الكلام خطأ. الآن أنت ينبغي عليك أن تلتزم، أن تلتزم من الأدب، أن تلتزم يعني ما يعمل به أهل مصر الذي أنت فيه. أما لو أردت أن تصلي لوحدك فهذا شيء آخر، ولكن لا تقل للناس أخي أنا لا أصلي إلا على المثلين، هذا خطأ، ما يصير هذا، لا يصير. أما إذا كنت في بلد أهله كلهم أحناف ويصلون على المثلين لا حرج في ذلك، تقول أنا لا أصلي إلا على المثلين. واضح الكلام أحبابنا؟ فلذلك ينبغي أن نفهم هذا الكلام وأن ندركه وأن نعمل به كي لا نكون سبب شق الصف بين المسلمين. نرجع الآن لقراءة، في سؤال أحبابنا أول شيء حول ما ذكرته لكم؟ جزاكم الله خير سيدي. هو كمان رأي الجمهور ليس فقط الشافعي، يعني المذاهب الثلاثة هو يعني نحن أنا ما لم أقل يعني لم أقل لل لل يعني أنا لم أتعرض لباقي المذاهب. لأنه الأصل الخلاف مولانا. يعني الآن إذا أنت قرأت كتاب التجريد للشيخ القدوري رحمه الله تجده يذكر فقط خلاف الشافعية، نعم. حتى من عجيب ما قرأت وفهمت أن كثير من فقهائنا ألحقوا مذهب الإمام مالك بالحنفية، يعني أنه هناك موافقة كثيرة جدا بين الفقه الحنفي وبين الفقه المالكي. ومذهب الإمام أحمد لم يدون إلا بعد القرن الرابع، لم يدون إلا بعد القرن الرابع هكذا قالوا. فلذلك المهم أحبابنا، فإذا لا ينبغي أن نشق الصف من خلال مسألة يعني واحدة، والله تعالى أعلم. نرجع الآن لقراءة ما ذكره الشيخ. الله يجزيكم خير سيدي، إذا ممكن سؤال. تفضل مولانا تفضل. يعني هنا هذا الرأي ييسر كثيرا عندنا في أمريكا، مثلا رأي سيدي الإمام أبو حنيفة تأخير العصر، عندنا طلاب المدارس هنا كثيرا يعني يتأخرون الجمعة، يتأخرون في المدارس، فتكون هذه رحمة لهم، يعني أن نعمل لهم نسميها دورة جمعة يعني أو صلاة جمعة متأخرة. نعم. في يعني في خير كثير الحمد لله. يعني مولانا سأذكر لك حجة سيدي أبي حنيفة، وهي حجة قوية في المذهب. لذلك أئمة المذهب اتفقوا على أن المعتمد، أو أظن في اتفاق على أن المعتمد وقول سيدي أبي حنيفة. اسمع الآن حجة سيدي أبي حنيفة في هذه المسألة. في بعض المسائل مولانا التي يطرحها سيدي أبو حنيفة رحمه الله ويخالفه غيره فيها، في الحقيقة والله العقل البشري يعني لا يجد يعني مساغا أو قدرة إلا أن يقف محترما معظما مبجلا لسيدي أبي حنيفة رحمه الله، لفهمه البعيد للنصوص ولقدرته العقلية الفذة للجمع بين النصوص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا، هذا فعل الأمر، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ماذا يقتضي؟ هذا الحديث في الصحيحين، هذا يقتضي أننا نؤخر الظهر إلى المثل. ليه؟ لأن شدة الحر في مكة وشدة الحر في بلاد الحجاز إجمالا أشد الحر إنما هو يكون يعني يبدأ أشد الحر يكون في وقت المثل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر، يعني صلوا الظهر بعد المثل، وصلوا الظهر في وقت يصير لأشياء ظل كبير
حيث تستطيعون المشي فيه، وأشد الحر في تلك البقاع وقت المثل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإبراد في الظهر، أمر بالإبراد في الظهر. نعم. فلذلك قال سيد أبو حنيفة: هذا الحديث دلالته واضحة على أن وقت العصر، على أن وقت العصر إنما يكون في المثلين، وإلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام آمرا لنا أن نصلي الظهر خارج الوقت. طيب الآن عندنا حديث إمامة جبريل، حديث إمامة جبريل في اليوم الأول، نعم، وفي اليوم الثاني، حديث إمامة جبريل يقتضي، انتبهوا، انتهاء وقت الظهر بخروج المثل، لأن جبريل عليه السلام صلى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام العصر في أول المثل الثاني، في أول المثل الثاني. فحصل عندنا الآن تعارض، حصل عندنا الآن تعارض. أي تعارض؟ بين قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر، وبين فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا التعارض الآن بين هذين النصين، هل يصح أن نقول بأنه يخرج وقت الظهر بالشك، بمعنى أنه من صلى الظهر قبل صيرورة الشيء، من صلى العصر قبل أن يصير ظل الشيء مثليه، يكون مصليا قبل الوقت عملا بحديث أبردوا، ومصليا بعد الوقت عملا بحديث جبريل؟ ما يصح هذا. فلذلك ما هو الأحوط؟ الأحوط أن نصلي باتفاق، أن نصلي باتفاق يكون صلاتنا صحيحة في الوقت، أن نصلي بعد المثلين، بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه. لذلك استحب الفقهاء مطلقا، الشافعية وغيرهم، تأخير صلاة العصر خروجا من خلاف سيد أبي حنيفة رحمه الله، لما رأوا من وجاهة، من قوة نظر كلامه رضي الله تعالى عنه. هذا هو دليل سيد أبي حنيفة رحمه الله. إذن مولانا، تفضل مولانا. إذا فهمت جيدا، إذا كان في البلد يصلون الجماعة في وقت المثل، لا ينبغي وخطأ أن يقول قائل أنا أؤخر. أحسنت. وإذا كان في البلد يصلون إلى المثلين، فهنا لا حرج أن يقول قائل أنا أقدم، يعني على قول المثل. هذا هو مولانا. لا، انتبه، لا يصح المخالفة في كلا الحالتين. تمام. في كلا الحالتين لا تصح المخالفة مولانا. في عندنا مثل بالشام يقولون دائما: الغريب أديب. أنا عندما أكون في بلد ليس بلدي، إذا كنت في بلدي أو غير بلدي حتى بقطع النظر، لا يصح لي أن أعمل بخلاف المتعارف عليه. لذلك انتبه سيدي، بعض الفقهاء كان يوصي تلامذته الذين يريدون الهجرة إلى بلاد ثانية. مثلا أنا أريد أن أهاجر الآن مثلا إلى المغرب، أن أستقر في المغرب، يأتي شيخي فيقول لي: قبل أن أهاجر، قبل أن تهاجر اعتكف سنة، اقرأ الفقه المالكي، لأنه في المغرب الفقه المالكي هو السائد. فإذا ما ذهبت إليهم وأنا شافعي، أنا سأخالف كل من حولي، فسأكون شاذا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. فلذلك ينبغي علي أن أتقن مذهبهم وأن أتعامل معهم من خلال مذهبهم. فإذا صار نقاش حوار بيني وبين علمائهم، عندها أخرج بضاعة الشافعية أو بضاعة الحنفية مع الارتداء أمامهم زي المالكية. هذا المطلوب أحبابنا، نحن مأمورون بأن نجتمع لا أن نفترق، وهذه حكمة نحتاج إليها، والله تعالى أعلم. أكرمكم الله. يبارك فيكم.
جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدي. إذن قال: وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق، ويمتد إلى وقت العصر. وفيه روايتان عن سيد أبي حنيفة، في رواية إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. الآن فهمناها هذه سوى في الزوال ماذا تعني؟ لتعارض الآثار، وهو الصحيح وعليه جل المشايخ لاحظ والمتون. والرواية الثانية قلنا هذه رواية من؟ رواية الحسن، اكتب هذا على هامش الكتاب، رواية الحسن عن سيد أبي حنيفة رحمه الله. والرواية الثانية أشار إليها بقوله أو مثله مرة واحدة سوى ظل الاستواء، فإنه يعني فإن ظل الاستواء فإنه فإن ظل الاستواء مستثنى على الروايتين، مستثنى على الروايتين هنا. يعني قبل قليل عبر عنه بفيء الزوال، والآن عبر عنه بظل الاستواء، والمعنى والمؤدى واحد. قال: والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي. ما نسخ، ايش يعني نسخ؟ يعني ازال. ما هنا النسخ بمعنى الازاله، هو الاصل النسخ معناه النقل. نسخت الكتاب اي نقلت محتواه، نقلت محتواه الى كتاب اخر، فالنسخ هو النقل والازاله. اي نعم. قال: ما نسخ الشمس بالعشي، العشي هو الزوال، العشي يعني وقت الزوال، هو ما نسخ الشمس بالعشي. هذا يسمى فيئا. لماذا سمي فيئا؟ قال: سمي فيئا لأنه فاء. لاحظ انت، قلنا قبل قليل أحبابنا هذا هو الشخص الشاخص. الآن الشمس الآن عند تكون في جهة المشرق يكون هذا الظل إلى جهة المغرب، تصير الشمس الآن هنا، صار عندنا فيء الزوال. لما مالت هذا الظل الذي كان في جهة المغرب بدأ الآن الانتقال من جهة المغرب إلى جهة المشرق، يعني رجع، بدأ الآن بالرجوع، لذلك سمي فيئا، لذلك سمي فيئا. إيه نعم. وفي الآية القرآنية: حتى تفيئ إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. لذلك إذا لماذا سمي فيئ؟ لأن هذا الظل يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق. قال: والظل ما نسخته الشمس بالغداء. الظل ما نسخته يعني ما أزالته، قلنا نسخ هو الإزالة. الشمس ما نسخته الشمس بالغداة. إيش ما هي الغداء؟ ما هي الغداء؟ الغداء من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. إذن أحبابنا، ما قبل الزوال يسمى ظلا، وما بعد الزوال يسمى فيئا. فالظل يبدأ من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، الفيء يبدأ من بعد الزوال إلى الغروب. أعيد فأقول: الظل قبل الزوال والفيء بعد الزوال. فما يصح أن نقول للفيء ظلا، هذا لغة يعني، هذا في اللغة. نعم. على كل، قال: واختار الثاني، واختار الثاني وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد، يعني إمام الشيخ الطحاوي. واختار الثاني الطحاوي، الإمام الطحاوي اختار قول الصاحبين لإمامة جبريل العصر فيه، وذكرنا هذا يعني قبل قليل. اي نعم. واظن زفر كذلك، زفر كذلك كذلك زفر. اي نعم، كذلك زفر. وكما قال اخونا الشيخ عبد الله، كذلك عند الشافعيه والمالكيه والحنابله هو العمل بحديث امامه جبريل.
ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين، إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح. لو أننا عملنا بحديث إمامة جبريل وكان المعتمد حديث أبردوا نكون قد صلينا العصر قبل وقتها، إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح، وتصح الصلاة إذا خرج وقتها، وتصح إذا خرج وقتها، فكيف والوقت باق باتفاق، وقت العصر بعد المثل الثاني باق بالإجماع. قال وفي رواية أسد، وفي رواية أسد أسد ابن عمرو، وكذلك هذه رواية أسد هي رواية الحسن عن سيد أبي حنيفة أيضا. وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر، إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله، قال لا يدخل وقت العصر، لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. فبينهما بين الظهر والعصر وقت المهمل، بين الظهر والعصر وقت المهمل، فالاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق، كذا في المبسوط. قال أول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين، أو المثلين إلى وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل. يقول الشيخ الطحطاوي رحمه الله في الحاشية على مراق الفلاح، قال سمي العصر عصرا لأنه أحد طرفي النهار، سمي العصر عصرا لأنه أحد طرفي النهار. قال والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، تسمي كل طرف من النهار عصرا، فالغداة والعشي عصران، الغداء والعشي عصران لأنهما في طرفي النهار. المهم هي بين قوسين أحبابنا ذكر الشيخ الطحطاوي، فهي فائدة جميلة. وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل والمثلين لما قدمناه من الخلاف بين سيد أبي حنيفة رحمه الله والصاحبين، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يعني إلى غروب كامل الشمس، كامل القرص، وليس غروب بعض الشمس، لابد أن يغرب كل القرص، هنا من حيث ما تراه عينك، لا من حيث الحقيقة، لا من حيث الحقيقة، بل من حيث ما تراه عينك، من حيث ما تراه عينك. لذلك قال فقهاؤنا، وهذا مذكور في كثير من كتب الحنفية، أن من كان يجلس، وكان هذه المنارة الإسكندرية من أقدم المنارات ومن أعلى الأثرية، وهي عالية جدا، وكانوا يعني يضرب المثل بعلوها وارتفاعها، ويستشهد الفقهاء بها كثيرا. يعني قالوا من كان يقف على منارة الإسكندرية وشخص في على الساحل، ساحل البحر، الذي على ساحل البحر رأى قرص الشمس قد غاب بالكلية، ابتلعه البحر، لا من طرف البحر، من طرف البحر، من طرف، أظن طرف جانب قليل من البحر. أما عندنا في الشام يعني الغروب يكون من جهة البحر، أما هم الإسكندرية لا، أظن طرف البحر. المهم الذي هو على الأرض رأى الشمس قد غابت، والقرص قد غاب بالكلية، قال يفطر، ولكن الذي على المنارة قال لا يفطر في رمضان حتى يرى القرص قد غاب، وقد يستمر نصف ساعة، قد يستمر الأمر به نصف ساعة، واضح؟ إذا لابد حتى تفطر أن ترى عينك أن الشمس
قد غربت بالكلية، قد غربت بالكلية. وكيف تعرف ذلك؟ أن الشمس قد غربت بالكلية. قالوا يستدل على ذلك، قال صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، قالوا بظهور الظلمة في جهة المشرق. إذا يعني لما تغرب الشمس تغرب في جهة المغرب، تظهر الظلمة واضحة من جهة المشرق. فالمهم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، قرص الشمس كاملا كاملا، على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال الحسن بن زياد: إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر، إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر. هنا وحمل يعني قول الحسن بن زياد، حمل قوله خرج وقت العصر على وقت الاختيار، أي على الوقت الذي يخير فيه المكلف في الأداء من غير كراهة. أما في هذا الوقت عند اصفرار الشمس وتصبح العين قادرة على أن تنظر إليها، هذا الوقت الآن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت فيه كراهة، فصرت الآن أنت مخاطبا إجباريا لأداء الصلاة في هذا الوقت بعد أن كنت مخاطبا خطابا اختياريا. تفضل يا أخي. مولانا، في المدن يوجد برنامج توقيت الصلاة مثلا، وعندنا مثلا يوجد عمارة عالية الذي فوق يرى الشمس، ولكن في البرنامج هو دخل وقت المغرب. ما يصح يفطر، لا يصح فوق، لا يفطر، لا يجوز. انتبه سيدي، انتبه 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 علي. الأصل أن الذين وضعوا هذا البرنامج هم علماء، علماء بالفلك. لذلك أم أحبابنا، كانوا في الماضي معظم العلماء كان عندهم علم بالفلك معظم. وأنا أكرمني الله، سبحان الله، أكرمني الله عز وجل بزيارتي والجلوس بين يدي الشيخ هنا في مصر، الشيخ هذا الرجل العالم الولي الصالح عبد العزيز الشهاوي، يعتبر هو شيخ الشافعية في مصر، شيخ الشافعية. فجلست معه لساعات، فكان من كلامه حفظه الله وأمتعه بعافيته حدثني عن علمه بالنجوم والفلك، له اطلاع واسع، له اطلاع واسع، حتى إنه في رمضان يحدد المكان الذي يرى فيه الهلال، يقول الهلال في هذا الشهر سيرى من هذه الزاوية ويحدد. قال: ويأتي الناس وينظرون ويرونه. وهذا الكلام من زمن بعيد، من 40 و50 سنة، والأظن تجاوز 87 الشيخ. نعم. فكان الفقهاء في الماضي يعتنون بهذا العلم، علم النجوم، علم الفلك. ليه؟ لأن أحكام الصلاة وأحكام الصيام مرتبطة بمعرفة هذه الأمور. فالأصل الذي وضع هذه الأمور هم العلماء. أي نعم. فيكون قد وضعوها بعد دراسة وبعد مراقبة متابعة لسنة كاملة، يتابعون الأوقات الخمسة لسنة كاملة كي يضبطوا هذه الأوقات. فهذا الارتفاع في العمارة، يعني إذا كان ارتفاع كبير ناطح السحاب، نقول طبعا ليس له أن يفطر. هذا على مذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله، وقد يكون على مذهب غيرنا ولا لا علم لي به، قد يكون يفطر. فهمت يا أيها السائل؟ يلا. نعم مولانا، شكرا، جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا الكريم، هل هذا الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا الحديث وهذه القاعدة هل يجري على كل الصلوات؟ طبعا، يعني من أدرك ركعة من صلاة الظهر
فقد أدرك الظهر. من أدرك ركعة من صلاة الفجر من صلاة العشاء أدرك العشاء. من أدرك ركعة من صلاة المغرب فقد أدرك المغرب. إلا الفجر، إلا الفجر، إلا الفجر. إذا غربت الشمس وهو عفواً طلعت الشمس وهو يصلي الفجر تبطل صلاته، تبطل صلاته. على بعض الطلاب، بعض الطلاب أشكل عليهم، وهذه هي مشكلة أحبابنا، هذا خطأ يقع به كثير من الطلاب، تجده يقرأ مباشرة بشروح الهداية. بعض الطلاب كان يفهم، قرأ في كتاب البناية للشيخ العيني شرح الهداية، فذكروا فيه في البناية، ذكروا ذكر العيني وما كتبها، وخطأ طباعي، خطأ مطبع، خطأ مطبع، زيادة كلمة وحذف كلمة، أنه لا إذا أدرك ركعة من وقت الظهر ودخل وقت العصر بطل الظهر، بطل الظهر. وللأسف الطلاب يعني يقرؤون هكذا بهذه الكتب وليس عندهم الأهلية، ليس عندهم الأهلية للقراءة بهذه الموسوعات يعني، فبدأ للأسف وتعلم هذا وصار يعلم إلى أن يعني هو قدرا حضر الدرس عندي وقررت المسألة، فكان هو يحمل كتاب البناية للشيخ العيني. قال لي الشيخ العيني يقول هذا خلاف كلامك، خلاف كلامك. قلت بقطع النظر عن كلام العيني ما قلته أنا هو الصواب، أنا لا أخطئ الشيخ العيني، ولكن هذا الكتاب فيه خلل. فرجعت إلى البيت، رجعت المسألة فإذا فيها خلل، خطأ طباعي. نعم، فهناك للأسف. بالأمس أقرأ أحد في كتاب لن أذكر اسمه، أما يقول فيه المحقق يعني للأسف، المحقق الأستاذ الدكتور الفلاني، للأسف يعني للأسف، ينقل عن المبسوط أنه يقول في المبسوط وينبغي، وينبغي أي نعم، يعني أن لا يترك كنيسة ولا بيعة في أرض العرب. هو كيف كاتب عنده منه وينبغي أن يترك، حاذف كلمة لا، مصيبة هذا، كيف مغير الحكم كله، تغير الحكم كله، تغير في بعض طبعات يعني هذه الطبعات. كلمة مثلا قال أبو حنيفة يجوز ترجع، قال أبو حنيفة لا يجوز، كلمة لا كلها ساقطة. لذلك أحبابنا هذه كتب الموسوعات لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يرجع أن يقرأ فيها أو أن يرجع إليها على مهلك. يواش يواش أحكم البداية كي تستطيع الرجوع إلى هذه الكتب. أما ما دمت مراقي الفلاح لم تقرأه بعد ولم تحفظه ولم تفهمه، لا ينبغي أن ترجع إلى غيره. لعلي خرجت عن الموضوع، ولكن إن شاء الله فيه فائدة بإذن الله. طيب، قال أول وقت المغرب منه، أول وقت المغرب منه يعني من غروب الشمس، أي غروب الشمس، إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى، وبها قال. أحبابنا، الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه قال المراد بالشفق، المراد بالشفق البياض الذي بعد الحمرة، البياض الذي بعد الحمرة. وهذا الكلام، القول بأن الشفق، الشفق الذي بغيبوبته يدخل وقت العشاء البياض، نعم، ذهب إلى هذا، هذا هو الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله. ذهب إلى هذا القول عدد من الصحابة الكرام، منهم أبو هريرة، منهم الصديق
أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك معاذ بن جبل، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الكرام ذهبوا إلى القول بأن المراد بالشفق هو البياض، وهذا هو الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لذلك قال وهو رواية عن الإمام. لذلك هنا أحباب يقول الشيخ ابن نجيم في البحر فيما معناه، يقول بالنسبة للشفق الأبيض، للقول بالشفق الأبيض، يقول أول شيء أحبابنا، الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بالشفق ما هو؟ البياض وليس الحمرة. يقول ابن نجيم قال أما الصاحبان فقالا المراد بالشفق الحمرة، وهو الذي يظهر عقيب الغروب مباشرة. سيد أبو حنيفة قال لا، المراد بالشفق الذي يدخل بغيابه وقت العشاء هو البياض، الشفق الأبيض الذي يخرج عقيب غروب الشفق الأحمر، وبينهما تقريبا 3 درجات، يعني 12 دقيقة تقريبا 12 دقيقة. يقول الشيخ ابن نجيم لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، ولا يصح العدول عن قوله إلى قولهما أو إلى قول أحدهما. هذه قاعدة عامة الآن. ولكن طبعا أئمتنا الآن صرحوا بأن الفتوى على قول الصاحبين، ولكن الآن أريد أن أقرر لك مسألة، وهي أنه لا يعدل ولا يعمل إلا ولا يفتى إلا بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فلا يصح العدول إلى قول الصاحبين مطلقا بجميع الأبواب وجميع المسائل، ولا يصح العدول إلى قول واحد من أصحابه أو غيرهما إلا لضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ وحبذا أحبابنا لو يعني تدركوا هذا الكلام، إلا لضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ قال ضعف دليل، يكون الإمام دليله ضعيفا، أو التعامل بخلاف ما ذهب إليه الإمام، وذكر لذلك مثال المزارعة. نعم، قال يقول الشيخ ابن نجيم قال وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسألة. فإذا الشيخ ابن نجيم شدد بالأخذ بأقوال سيدي أبي حنيفة. لذلك نجد الكمال بن الهمام اعتمد في هذه المسألة قول الإمام وقواه، وقال هو الذي ينبغي أن يعمل به. أي قول؟ القول بأن الشفق هو الأبيض وليس الحمراء. قال إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام، ولكن الرواية الثابتة أن الشفق هو البياض. قال وعليها الفتوى، لاحظ، على قول الصاحبين الفتوى أو على هذه الرواية، على هذه الرواية. وذكرت لكم قبل قليل أنه يصح العدول عن قول سيدي أبي حنيفة إلى قول الصاحبين إذا كان في المسألة رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. قالوا بها قالا لقول ابن عمر الشفق الحمرة، وهو مروي عن أكثر الصحابة، وعليه إطباق أهل اللسان. إلى وعليه إطباق أهل اللسان، قال عليه إجماع، أجمع أهل اللغة العربية على أن الشفق هو
الحمرة، ولكن هذا الكلام غير مسلم له. ليه؟ لأن هناك من أئمة اللغة كالمبرد وثعلب، وهما إمامان من أكبر علماء اللغة العربية، المبرد وثعلب، كلاهما ذهب إلى أن إلى أن المراد بالشفق نعم البياض بعد الحمرة. إذن لم يجمع علماء اللغة على أن المراد بالشفق الحمرة، فهذا الكلام لا يوافق عليه الشيخ الشلمبولالي وعليه، أو نقول أراد يعني إطباق أكثر أهل اللغة، قال: ونقل رجوع الإمام إليه، نقل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رجع إلى قول الصاحبين. ولكن انتبه، الكمال بن الهمام رحمه الله في فتح القدير رد القول بأن الإمام رجع إلى قول صاحبيه. لاحظ الشيخ الشلمبولالي ماذا يقول؟ قال: ونقل رجوع الإمام إليه. الشيخ الكمال بن الهمام قال: لا، الإمام لم يرجع إلى قول الصاحبين الثابت عنه، وهو الذي قواه أن الشفق هو البياض. وقال الشيخ قال الشيخ الكمال ابن الهمام: القول بأن سيدي أبا حنيفة رجع إلى قول الصاحبين لا يساعده لا رواية ولا دراية، حتى قال تلميذه العلامة قاسم، قال إن رجوع الإمام إلى قول الصاحبين لم يثبت رجوع الإمام إلى قول الصاحبين. واضح الكلام أحبابنا؟ يضاف إلى هذا أن الصحابة في الأصل اختلفوا في الشفق، منهم من قال المراد به الشفق الأحمر، ومنهم من قال الشفق الأبيض. فإذا تعارضت الآثار هل يخرج الوقت بالشك؟ قولا واحدا: لا يخرج الوقت بالشك، فالأحوط هو الأخذ بقول سيدي أبي حنيفة رحمه الله. فلا ينبغي أن يصلى العشاء عملا بالقول بالشفق الأحمر إلا بعد تأخير صلاة العشاء. والآن في أكثر المساجد صلاة العشاء لا تصلى إلا بعد 20 دقيقة تقريبا، يعني بعد دخول وقت العشاء بغياب الشفق الأبيض. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن الصحيح يعني خلاف ما ذكره الشيخ الشرمبولالي في هذه المسألة، وهذه المسائل التي ينبغي التنبيه لها، بأن الشيخ الشرمبولالي اختار خلاف المعتمد. فإذا الذي ثبت الثابت هو قول سيد أبي حنيفة بأن الشفق هو البياض، وقول كمال بن الهمام بأن القول برجوع الإمام إلى قول الصاحبين لا يساعده رواية ولا دراية، وقال علامة قاسم لم يثبت رجوع الإمام، بل ثبت أن قول العلامة قاسم وتلميذ الكمال، بل ثبت أن قول الإمام هو الأصح. وذكرت لكم قول الكمال، قول ابن نجيم، وهو متأخر عن الكمال، قول ابن نجيم بعدم جواز الخروج أبدا عن قول سيدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال: وابتداء وقت صلاة العشاء والوتر منه، أي من غروب الشفق. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.